قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا مار يوحنا البشير بركاته على جميعنا من مزامير أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا. مبارك الآتي باسم الرب باركناكم من بيت الرب. أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك هللويا. مبارك الآتي باسم الرب إله القوات. المجد لربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. الله لم يره أحد قط، الإله الوحيد الجنس الكائن في حضن أبيه هو خبرا. وهذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه من أنت؟ فاعترف ولم ينكر وأقر إني لست أنا المسيح. فسألوه أإيلي أنت؟ فقال لا، النبي أنت. فأجاب لا. فقالوا له من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلون؟ ماذا تقول عن نفسك؟ قال أنا الصوت الصارخ في البرية، قوموا طريق الرب كما قال إشعياء النبي. وكان قد أرسل إليه من الفريسيين فسألوه وقالوا له فما بالك تعمد إن كنت لست أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟ أجابهم يوحنا قائلا أنا أعمدكم بماء ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه، هو الذي يأتي بعدي صار قدامي
الذي لست مستحقا أن أحل سيور حذائه. هذا كان في بيت عنيا في عبر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد نظر يسوع مقبلا إليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هذا هو الذي قلت أنا عنه: إنه يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت لأعمد بماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه. وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بماء هو قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي سيعمد بالروح القدس. وأنا قد عاينت وشهدت أن هذا هو ابن الله. What?